مشاهدينا، ولمناقشة تداعيات انهيار الاتفاق السياسي النهائي لتسوية الأزمة في السودان في ظل المعارك الدائرة بين البرهان وحميدتي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق إبراهيم الرزيقي. السلام عليكم أستاذ صادق. عليكم السلام، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. حياكم الله. في ظل استمرار المواجهات بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم بقيادة حميدتي، هل ترى أفقا للحل مع تصاعد حدة الاشتباكات في السودان؟ أولا، ليس هنالك أي حل منظور في القريب العاجل. أولا، الجيش يصر على مواصلة هذه المعركة إلى أن يتم القضاء على هذه المجموعة التي يصف عنها مجموعة متمردة، والمعارك الآن لا تزال دائرة برغم أن الجيش يطلق تطمينات أن هذه المعركة لن تطول وأنه مسيطر على الأوضاع وأنه تبقت جيوب قليلة. نعم. للدعم السريع أو لقوات الدعم السريع داخل خرطوم في وسط العاصمة، ولديهم أيضا مجموعات متفرغة، والجيش يقول أنه استطاع أن يقطع كل اتصالات وخطوط إمداد هذه الجيوب الموجودة، برغم أن هنالك تقارير إعلامية تتحدث أن هنالك قوات قادمة لدعم الدعم السريع من مناطق أخرى من قرب قرب السودان، أو هنالك محاولة حشد قوات أخرى من الولايات إلى داخل الخرطوم. الجيش يعلن استعداده لهذه الخطوة ويعلن أنه على أهبة الاستعداد للتصدي لأي مجموعات أخرى تريد أن تدخل إلى داخل الخرطوم. هذا الوضع بكل تطوراته الحالية والراهنة ينذر بكثير من المخاطر، باعتبار أن الجيش لم يعمل بكفاءته والخصوة في استخدام كافة أنواع النيران نظرا للمخاطر بوجود هذه المجموعات داخل الأحياء السكنية وداخل مدينة الخرطوم. فالجيش يخشى أن يقع عديد الضحايا من المدنيين وأن يتم تخريب وتدمير كثير من المنشآت القائمة، فلذلك يستخدم نيران محدودة في الإطار المحدود، ولا يمكن للجيش أن يستخدم كافة الأسلحة المتاحة أمامه. ولهذه الحسابات يجب على الجميع، يعني خاصة المراقبين الذين يراقبون الموقف، أن يتفهموا أن هذه المعركة يمكن أن تطول. فأنا لا أرى أي أفق للتصالح ولا أي أفق للتفاوض بين الطرفين، خاصة أن الجيش يرفض تماما التفاوض مع هذه المجموعة. يعني بهذا الخصوص بحسب مصادر أيضا صحفية، فإن أهم أسباب الاشتباكات هي اشتراط حميدتي الاحتفاظ بميزات سياسية ومالية. إذن هل تعتقد أن شرط اندماج قوات الدعم السريع في الجيش الذي نص عليه الاتفاق السياسي النهائي، يعني هذا الشرط أو هذا الاتفاق قد تلاشى؟ طبعا الآن هذه الأحداث تم تجاوز الاتفاق الإطاري أو العملية السياسية بالكامل، والآن اتضح تماما أن قوى الحرية وتغيير المجلس المركزي هي تعتبر شريك في هذه العملية التي بدأت الدعم السريع، بتوانهم خلفاء الدعم السريع. والآن يلاحظ أن هنالك تطابق في الخطاب السياسي للحرية والتغيير مع ما يعلنه الدعم السريع وقيادة الدعم السريع، حتى تطابق حتى في نوع المفردات المستخدمة. كل المبررات، كل الدعاوي، كل الأسباب التي تقال هي نفس الخطاب. ذلك يعني أن الطرفين الدعم السريع والمجلس المركزي للحرية والتغيير هما شركاء وصلاة في هذه العملية التي تمت، وهي أشبه بالانقلاب على السلطة السياسية ومحاولة هزيمة الجيش السوداني وتدمير الجيش السوداني وتدمير الدولة السودانية. هذا مخطط كبير يجري لتنفيذه في السودان، ولعل الجيش السوداني يتصدى لهذا. طيب، ما هي الأهداف الذي تدعمه دولة خليجية عربية؟ ما هي الأهداف الخفية للدعم السريع من أجل هو طبعا الطموح السياسي والسيطرة على السودان والسيطرة على رئاسة السودان وقيادة السودان. طيب، بحسب معهد واشنطن للدراسات فإنه يدعو للضغط على أطراف النزاع في السودان وتحجيم طموحاتهم، فيما تحذر أيضا سندن تامز البريطانية من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة. هل تعتقد أن ربما تتوسع طبعاً الاشتباكات ربما لتضم أطراف أخرى للصراع؟ طبعا ذلك مرجح، انزلاق البلاد إلى حرب أهلية وشبه مرجح، لكن إذا استطاع الجيش القضاء على هذا التمرد والقضاء على هذه المجموعة ستعود الأمور إلى نصابها، خاصة أن
القوات الدعم السريع ليست لها أي عقيدة عسكرية يمكن أن تبنى عليها، وليس هنالك أي مشروع سياسي غير الطموحات السياسية لقيادة الدعم السريع. فلذلك في حال القضاء على هذه الحركة وعلى هذا التمرد، فإن الأمور ستعود بالفعل إلى نصابها، وإن السودان يمكن أن يشهد استقرار، وممكن أن يتم إصلاح الأمور من جديد داخل السودان بين مكوناته السياسية ومكوناته الاجتماعية، وتنطلق الأمور إلى نهاية الفترة الانتقالية وقيام انتخابات أو هكذا. لكن في ظل الظروف الحالية لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الآن في السودان. طيب أستاذ صادق، يعني المجتمع السوداني والشعبي أيضا، يعني هل هو ظهير للجيش أم لقوات الدعم؟ نعم، المجتمع السوداني اليوم من يدعم؟ هل يدعم الجيش أم يدعم قوات الدعم السريع؟ الشعب السوداني الآن كله لو لاحظت خرج في عدد من المدن السودانية داخل الخرطوم، كله مع الجيش السوداني. معك. الآن حتى الملاحقات التي تتم للفارين من عناصر الدعم السريع، ترى كيف يتعامل المواطنين مع هؤلاء الفارين، وكيف أن المواطنين يبلغون عن مناطق تواجد هؤلاء. فلذلك الجيش السوداني جيش عمره أكثر من 100 سنة، جيش ظل يقود حروب منذ 1955، لم ينكسر هذا الجيش كما انكسر الجيوش في المنطقة. فلذلك الجيش السوداني هو عنوان ورمز للسيادة السودانية، وهو ضامن أمن وسيادة البلاد وأمن وحماية البلاد. فلذلك لا تفريط في هذا الجيش، ولا يمكن للدعم السريع مهما كان أن يكون بديل للجيش السوداني بأي صورة من الصور. الذين يدعمون الدعم السريع في هذه اللحظة هم فقط مجموعة وكلاء الاستعمار الجديد في السودان وعملاء السفارات وما يسمى بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، وهم مدعومين من دولة عربية خليجية ومدعومين كذلك من بعض الدول الغربية. طيب، مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار في ظل الملاسمات وتبادل الاتهامات بين البرهان وحميدتي، هل تعتقد أن الطرفين سيلتزمون بهذه التهدئة؟ لا أعتقد. طبعا يعني مثل هذه البيانات التي تصدر من المنظمة الدولية أو المنظمات الغربية هي طبيعية يعني، وحتى المناشدات التي تخرج من بعض الدول هي في إطار العمل الدبلوماسي، ولكن أنا في اعتقادي هذا العمل لن يتوقف أبدا ولن يتوقف، لأن الجيش عازم على إنهاء هذه العملية العسكرية. فلا يمكن لهذه العملية العسكرية أن تتوقف دون أن تحقق الأهداف التي من أجلها تنطلق الآن. إذن من اسطنبول رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الأستاذ الصادق إبراهيم الرزيقي، شكرا جزيلا لك.